مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. السهل الممتنع يعني. يعني مش مرتضى انا من اقرب الناس لي شخصيه، انا يختلف الناس كتير عليه، لكن شخصيه لما تحب تعوزه هتلاقيه. شخصيه مش زي ما الناس متخيله، من اطيب الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها. بس النهارده هو خسر معركته مع احمد حسن ودفع الفلوس خلاص. احمد حسن حبيبي وكان معاه في المكتب ويعني خد الشيك النهارده وعامل له مشكله معاه. يعني احمد حسن طلع عنده حق وليه مستحقات وخدها. لا ما هو المسلم ما رفضش الكلام ده. لا ده كان بيقول ملوش ولا مليم احمر، التصريحات موجوده. ما هو لانه برضه خلي بال حضرتك هو بيتكلم على نادي الزمالك، ما بيتكلمش على المستشار بشخصه يعني. تمام. محمود طاهر من الشخصيات المحترمه جدا اللي انا بعتز بصداقتي بيها يعني. ولو سمعت اخبار محمود طاهر بيفكر يمشي ما يكملش، اقول له اه ولا تقول له لا؟ اقول له لا، لان هو عمل حاجه في النادي الاهلي واضاف في النادي الاهلي. طب ما هو جرب، مش من حق الخطيب يجرب مثلا؟ كابتن خطيب طبعا ما حدش يختلف عليه، لكن انا بكلم حضرتك كابتن خطيب يعني رمز الكوره في مصر. كان بيقول لك رمز محمود طاهر اللي عمله في النادي الاهلي في السنتين وكان بطوله وبمفرده. حسام البدري صديقي الغالي المحترم، لماذا لم يوفق في المنتخب الاولمبي؟ الكابتن حسام البدري يمكن اقول لحضرتك سر من الاسرار يعني، انا كنت من اكثر ناس مقربين ليه، ما كانش حابب يكمل. ما لقاش نفسه في المنتخب الاولمبي. كابتن حسام مدير فني نادي ما عندوش استعداد ان هو يقعد اسبوع 15 يوم في البيت ما بيشتغلش. تمام.